الى التفاصيل مجددا اهلا بكم. بحث زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع وفد مشترك من البعثات الاجنبيه في اربيل اوضاع اقليم كردستان والانتخابات النيابيه المقبله في الاقليم فيما اثنى الوفد الضيف على تحديد موعد الانتخابات والتمسك بالقيم الديمقراطيه في الاقليم. وجرى خلال اللقاء تبادل الاراء حول اخر المستجدات والعمليه السياسيه في اقليم كردستان والانتخابات. كما أكد برزاني الوفد الضيف على أن كردستان فوق كل المصالح الأخرى ويجب إجراء الانتخابات في موعدها خلال هذا العام من أجل حماية الشرعية ومبادئ الديمقراطية وحول مسألة آلية مشاركة المكونات أوضح برزاني أن أي قرار تتخذه مكونات الإقليم سيتم العمل به